من المرات صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم انا فادي ذهب الان في منطقه عسير، راح الى شجره في ذات الرقاع، علق سيفه ونام. شوي جاء غورث، واحد اسمه غورث، واخذ السيف وقال: من يحميك مني يا محمد؟ فقال الله. شوي اللي طاح السيف من يده واخذ الرسول السيف وسقط غورث وقال له: من يحميك مني؟ قال: لا احد. قال: قل له محمد رسول الله. قال: لا، لكني اعهدك الا اقاتل احدا في صفه ضدك يا محمد. فعفى عنه. شوفوا صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان بيده يخلص عليه في ثواني، وعدو كافر، وهو كان ناوي يقتل الرسول بسيف الرسول، واخذه هو الرسول في مامن، ومع ذلك عفى عنه. قال: اذهب فانت من الطلقاء. اللهم صل وسلم عليه. ما اعظم دينه وشمائله واخلاقه وادبه واحترامه وعفوه، لو اين مع الرعب اللي حصل؟ والله ما فكه حتى اقضي عليه. فسبحان الله من اعطاه هذا الحلم.